بينية لا تخترق الدفاع، ربما عليه التفكير في حلول أخرى. يتعثر ويفقد توازنه، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. حكم المباراة يخرج الإنذار. ديل بييرو راح ينفذ الكرة الثابتة، فرصة الآن لتسجيل التعادل. أليساندرو ديل بييرو، هدف عالمي. إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. لم يكن من الممكن إيقافه. التمريرة الحاسمة المميزة كانت الأساس في التسجيل. The goal scorer for Poland after 67 minutes is number 10. دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا. أليساندرو ديل بييرو مرة ثانية. قد تكون هذه فرصتهم. تسديدة في اتجاه المرمى. يا إلهي، ما هذه القوة، ما هذه التسديدة، ما هذه الروعة. هجمة مثالية. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ كنا بشكل جيد في اللقطة الماضية. الآن إمكانية المرتز جديدة من ديل بييرو. كرة في الشباك. توقيت مثالي للتحرك واستقبال الكرة. ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل. توقيت هو مفتاح هذا الهدف. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، بطاقة صفراء مستحقة. ضربة حرة من مسافة بعيدة. أعتقد عنده حلول أفضل من التسديد. نشاهد اليوم فينيشنج عالي جميل، انهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة. هذا هو رجل الساعة، رجل الملعب، رجل المباراة وصاحب الهاتريك.